في القراءة الأولية ديال النتائج ديال الإحصاء العام للسكان والسكنة ديال 2024، عطاتنا واحد الرؤية واضحة على التوزيع الديموغرافي في بلادنا. عطاتنا بأن أكثر من ثلث ديال السكان المغاربة كيتوزعوا جوج جهات، الجهة ديال الرباط سالة القنيطرة والجهة ديال الدار البيضاء سطات، وهاد الجهات بما يناهز 12 مليون و 821 ألف و 606 نسمة اللي كتواجد في هاد الجهتين. وهاد التوزيع هذا أعطانا بأن التوزيع الديموغرافي في المغرب غير متوازي. والجهات الأخرى الأكثر اكتظاظا في المغرب متقاربة فيما بينها في نسبة عدد السكان. كنوجدوا الجهة ديال مراكش أسفي فيها 4,892,393، في الجهة ديال فاس مكناس فيها 4,467,911، في الجهة ديال طنجة تطوان حسيمة فيها 4,030,222. يعني هاد ثلاثة ديال الجهات متقاربة من حيث عدد السكان في المغرب. في المقابل بالنسبة للمناطق الجنوبية اللي هي كتعتبر أكبر المساحات والأكثر استقطابا مؤخرا للاستثمارات العمومية، هي أقل جاذبية للسكان. فعلى سبيل المثال جهة الداخلة واد الذهب ما كيتعداش العدد السكان ديالها 219,965، بينما في الجهة ديال العيون الساقية الحمراء فيها 451,028 نسمة. يعني هذه هي القراءة الأولية في النتائج ديال الإحصاء العام للسكان والسكنة في المغرب 2024، واللي كانت عطاتنا بأن عدد السكان المغاربة كيبلغ 36,828,330 نسمة. يعني هذا هو قراءة وهذه هي الإحصائيات الأولية للتوزيع الديموغرافي في المغرب.